ازيك يا شباب؟ انا كتير عايز افكر النهارده. انا لعبت ستريمر لايف سيميليتور، يعني حياتي يوتيوبر. يلا نخش نيو جيم. اول مره بصراحه العب اللعبه معاكم، فمتحمس لها جدا جدا. يلا نخش. يلا والله انا شايف من بدايه اللعبه يا شباب كمت كده ورايقه اللعبه. ماشي، يعني التحميل امتى هتخلص؟ قاعدين 3 ساعات مستنيين، يعني السنة التحميل لازم ياخد على وقت. يجري والله بسرعة. ماشي تمام، هيبدأ. بدأنا، يلا بقى نبدأ حياة الستريمر. لأول مرة يا شباب هلعبها. ايه ده؟ كروس من بدايتها. ايه ده؟ اسكت يا عم كلب. في شنطة وتليفون زين. ايه ده؟ نفتح التليفون. طب جرس في التليفون. خلينا نشوف التلفزيون. كده زين. أكل تأمين موسيس موسيس توكيا. يا ساتر، صوت ده، ده صاحبي. افتكر ده صاحبي ليه؟ خليني اروح اكلمه. اهلا يا راجل، انت كويس؟ ثانية يا معلم، ثانية. ايه ده؟ انت شوت كمبيوتر كمبيوتر، في حاجة كمبيوتر انا لسه شايفها يا شباب. يلا يا مساعد. طب دي النهاية. اوكي، يعني نجيب الحاجات كلها ونحطها في الكمبيوتر، نحطها في العربية. أيوة نخش نبدأ. أيوة، فأول يوم لينا في ستريمر لايف. والله شايف إن اللعبة أجمد لعبة لعبتها في تاريخ كوكب الأرض من البداية. يلا نروح نحط الحاجات. ايه ده، هو معايا عربية؟ ينفع اسوقها كمان وافتح الابواب؟ اوكي حط في حاجات للكمبيوتر وحاجات كتير لازم نعملها. ثاني ماشي، نحط ده هنا ونشيل دي، نحط هنا. ايوه نحط بسرعة بسرعة بسرعة. ثاني نبين حاجات. ماشي انا مية مية، وضع ريلاكس. يلا بقى نعمل. ايوه دي واحد، وادي اتنين، وادي تلاتة، وادي اربعة. هو ده ايه ده؟ والله غريب. ماشي يلا نحطهم كلهم في العربية وننطلق يا شباب في اول رحلة لينا في حياة الستريمر. يلا بنروح البيت. ثانية، اي بيت؟ البيت اللي قدامنا ده. الله يا مساعد، ما حددت لنا العلامة. يا سلام عليك يا راجل. يلا نروح بقى، واحنا محددين العلامة نجري. ايوه. هو ليه ايدي عاملة كده؟ والله غريبة يا ماما، ايدي تعبانة والله تعبانة. يلا نتحرك. ايوه اتحرك. حلو يا شباب، في طريق من هنا، ده طريق بيت المفروض. ايوه هي اتحرك. سنة صغنونة سنة صغنونة. ايوه كده سنة صغنونة. يلا مش عايزين نعمل حادثة. ايه ده، هي قرية صغنونة اوي كده؟ والله حسيتها اكبر، بس طلعت اصغر
قرية شافتها كوكب الأرض، وناخد دي كمان معانا، ناخد دي. يا والله بيستنى وقت عشان ياخدها. انا جبت ايه يا ناري؟ يلا نتحرك، يلا. تمام، الصوت تعبان والله. قعدت سرير والله حرام، بس لسه هنطور ان شاء الله. بسم الله هنطور ونبقى افضل ناس في العالم، هنبقى ان شاء الله اغنى ناس في افضل. يلا نخش هنا، احط زي ايه معايا؟ نحط دي. تمام، اول حاجة نحطها الكمبيوتر، نعمل له بيلت هنا. ايوه، حلو. تمام، يلا بقى نشيل التلفزيون. تمام، نشيله. ايوه حلو، يلا يا معلم. ايوه الكمبيوتر في ايدي، الكمبيوتر نسيته والله. يلا بقى نحطه، يلا شيل، حطه هنا. ينفع؟ والله ينفع. يلا نحط بقى فيه حاجات. ما عندناش حاجة دي اصلا. ماشي، يلا ناخد ده في ايدنا ونحطه. تمام، فاضي صح يا شباب؟ والله نسيتها. يلا يا شباب نكمل ونحطها فين؟ ايوه هنا. تمام، حطيناها هنا، فيلا نكمل. بعدين نظبط الفيديو ونظبط موضوع الكمبيوتر يا شباب. خلاص يا شباب، انا كده خلصت الكمبيوتر. بص الكمبيوتر من جوه عامل ازاي بس عشان تعرفوا. ايوه حاجه متحطه كده. يلا بقى نعمل ستارت يا ماما. والله الصوت يرعب. يلا نفتح الكمبيوتر، واخيرا ظبطت السيت اب، كل حاجه مامي. صح، ثواني نسيت حاجه، سرير. والله السرير السبب حشرني، نساني الكلام. أيوة. أيوة. يلا نقعد على الكمبيوتر، نخش هنا، نعمل ايه؟ بنخش موقع برينتر. ماشي، والله النت بطيء، مستوى اشتري أسرع نت في تاريخ كوكب الأرض. يلا بقى، والله أنا متحمس. يلا نخش هنا، هنعمل اسم، اسم القناة. ماشي خش، هنعمل اسم القناة. في ناس كتير حمسوني والله. اسم القناة هنا. سوري، يوسف. أيوة جيمر، بس كده سميناها يوسف جيمر يا ماما. أيوة نعمل كده. أوكي، أضيع مثل القناة، أفكر أخيرها وأخليها الوحش ده. والله ما عايزة أتغنى. يلا بقى، انا عايزة احمل حاجات، بس خدوا بالكم في 4 4 3 6. ده تاني ايه؟ مش فاهم. ثواني، هو قال بيقول لي افتح خريطة وكأنك تحدت على حاجة. ثواني، فلوسي، معايا فلوس. ماشي حطت عليه داونلود. بيقول لي حمل حاجة. تطبيق ايه هو ده؟ يا متهد، يا رب يكون ده. لكن انت بطيء والله. اكتر حاجة مبحبش ان انا اطلع واخش، اطلع واخش، اطلع واخش، اطلع واخش، اطلع واخش. ايه ده؟ بصراحة اول ما اشوف التطبيق ده انا هعملهم كلهم. بسرعة 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 بسرعة.
بس كده كله بدأ يحمل. الله، ده اعمل ايه؟ اشتري ميكروفون. ماشي، وبعدين اخد موبايلي واحط فلوسي في يدوي. دخلت انا فين؟ بعدها احط فلوسي في الكارت عشان اقدر اشتري حاجات من الكمبيوتر. تمام، يلا نبين الطاقة. يلا، التعليمات صعبة. ثاني هو قال لي اعمل ايه؟ اشتري ميكروفون. سوري، رابط تطبيق يكون نزل. والله نسيت، في الحلقة الجاية ممكن نشتري أسرع نت. رأيكم يا شباب؟ والله بفكر أعمل كده، دماغي ناشفة وأعمل كده. أشتري أرخص واحد. هو إيه أرخص واحد؟ داخلة واحد. انسى، في كتيرين. خلينا نشتري أول واحد ده. تمام. طب تطبيق احنا عايزين نتحمل ولا لسه؟ يعني نروح نشوفه أكيد، عشان النت بطيء مستحيل. نسيت، ما بقى أحط فلوسي في الكارت. اوكي، أخش فين؟ هنا، أحط فلوسي في الكارت. ماشي، أنا محتاجة أشتري أكل. نخش هنا نشتري الأكل. ده أشتري تويلت وحمام عشان أستحمى، بعدها أخش أنام عشان أخلص اللعبة. تمام، سهلة التعليمات. صح، أنا اتخذت على الأكل. سوري، حسيت فتح لي الأكل على طول. يلا تمام، نشتري بقى التويلت والحاجات دي. يلا نروح نشتريهم. والله لو ضيع لي فلوس يبقى غلب. ايوه تمام، اماسور. نروح بقى نشوف حصان عامل ازاي. والله النت ابطأ حاجة. يمكن في الحلقة التانية اشتري لكم احلى نت. والله بفكر اعمل كده، اشتري احلى نت في تاريخ جوجل. هو قال لي اشتري تويلت، خد بالكم الاكل وصل. يعني قشطة، نشتري يا شباب. ايوه تمام، حطيتهم في السلة. ارخص حاجة ده والتويلت ده. عارف انهم اسوء حاجة بس عادي. نشتري، هنخش ننام. صح، الاكل. والله نسيته. يلا ناكل، مش راضي يتاكل. ماشي، نحطه في الأرض. ينفع ناكله لو حطيناه في الأرض. تمام، حلو. كل كده لما اخش النار. ايوه تمام كده، حاجات سيبت. ايوه تمام. ثاني، في صديقي نزل. تعالى نعمل لنا فيديو نتسوي. ده الرمز 4 4. صح، 3 6. هو كده ولا لا؟ والله نسيت. والله صح، عند التعليمات. ماشي، ينفع نعمل كده. ماشي، معندناش كاميرا في المستوى. ان شاء الله نشتري كاميرا لو اي حاجة. خلاص يلا نبدأ. صح، ميكروفون. افتكرت انت رحت الحاجات ورا. ميكروفون. ايه ده، حاجة كبيرة طبعا. انها ميكروفون صغنن. ثانية يا عم، اظبطهم بس اعمل اول فيديو. لكن طبعا هنعمل له سيف. ثاني، شوف حاجة تانية. شوف الستين ده، ايه ده؟ 15 أكتوبر. انت بتستقبل 15 أكتوبر؟ يعني قصدك ايه؟ عشان نلعب. يلا نبدأ أول فيديو. خربان. ماشي،
نكلمه ونتسوى في السوق ونستهبل معاه يا شباب. يعني في مسترات يدي عملت ايه ثانية فضلنا شوية عن في الوقت الفلعة الفيديو مستناش بفضلك وانزل تشترك في القناة لو انت لسه جديد معانا، تشوف فيديو ده مع صحابك، ولو وصلنا فيديو ده 3 لايك هنزل لكم حلقة تانية. يلا سلام.